فعلا جامعة آل ياسين طولت معنا شوي صرنا تقريبا حوالي السنة وسبعة أشهر ثمان عم نحاول إنه نفتحها الموضوع الأساسي فيها الحمد لله ناحية تقنية اشتغلت عليها جدا الشهر الماضي عشان هيك غبت عن كثير من المحاضرات يعني تفرغت لها لها تفرغ كامل يعني حتى شغلي عملي اللي بروح عليه ما وقفته نهائيا شهر ونص شهرين لاخلاص حتى نخلص البرمجه الحمد لله 90 خلصت على مستوى عالي جدا جدا، الحمد لله سوف يكون لها لديها تطبيقات سوف يكون لديها قدره انه الاساتذه تتواصل مع التلاميذ صوت وصوره مباشره عبر التطبيقات، يعني الحمد لله تقنيات رائعه جدا. البدايه الاولى لاننا العائق الاكثر يعني بعتذر انه اتحدث عن هذا الموضوع لاننا لسنا طلاب مال، بس ولكن العائق الاكبر الذي يعيق جامعه ال ياسين هي المال المال التبرعات يعني نحن وصلنا تبرعات بحوالي من ثلاث سنوات لهلا يعني وعمل وكثير مبلغ بسيط جدا انه انه ممكن يكون هذا المبلغ ادحق سياره يعني ادحق سياره بنفتح فيها جامعه و... و, بس ولكن الامل موجود في الله عز وجل انه دائما كل فتره بيجينا شخص الحمد لله من شهرين وطلب من هذا الشخص انا اذكر اسمه تبرع بمبلغ الحمد لله مبلغ يعني كان كان خلانا يرجع من اول وجديد انطلق في في الامور التقنيه وجزا الله كل خير يعني وجزا الله خيرا خير كل الناس اللي تبرعوا وان شاء الله تعبكم و واملكم بهذه الجامعه لا يذهب سدى لاننا عليها المرحله الاولى من فتح جامعه الياسين سوف تكون جامعه اسمها العلم جامعه العلم هي جامعه لكل العلوم بالعموم اي استاذ عنده اي علم بيجي لعنا في اللغه في الوطن العربي وحتى في الخارج اي استاذ عنده اي علم اي نوع من انواع العلوم ان شاء الله حنجيبه حيبلش يدرس ب بثمن بسيط بسيط جدا يعني الصف لا يتجاوز ال دولار يعني الصف الذي هو حوالي ال او ثلاثين حلقه لا يتجاوز ال دولار فقط يعني نحن الشرط الاساسي انه ما يتجاوز مهما كان هذا الاختصاص الحمد لله تحدثنا مع اساتذه مختصة في العقل الإنساني في العقل الإلكتروني مهندسين كذا وأفتح هذا الباب هلأ أي شخص بيعرف أي أستاذ يجيبوا لعنا إن شاء الله يبلش تسجيل لأننا قريبا جدا حنفتح جامعة العلم وبعد منها حنفتح جامعة الياسين لحتى نكرس العلم الأكثر عبر الأحرف كيف خلقت الأحرف الأصوات ما هي الأصوات ما هي الموسيقى لماذا خلق الله عز وجل الترتيل في القرآن الكريم أسباب شفاء من خلالها كيف نشفى بالقرآن الكريم الأوراد كيف نستعمل الأوراد كلها سوف تكون في الشق آل ياسين بس ولكن الموضوع الأساسي الذي يعيقنا هو موضوع المال إن شاء الله يعني شوي شوي مع الوقت نستطيع أن نحل هذه المواضيع